بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، نحن جميعا نستعد بالتأكيد لمباراة القمة الإفريقية، نهائي دوري أبطال إفريقيا، نهائي الحلم، البطولة العاشرة بإذن الله. ربنا يكتب لنا التوفيق في هذا اليوم، يوم السبت القادم 17/7 الساعة 9 بتوقيت القاهرة. مباراة كايزر تشيفز والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب ومركب محمد الخامس في كازابلانكا الساعة 9 بتوقيت القاهرة. بالطبع الكل خلال هذه الفترة لا حديث يعلو عن هذه المباراة، الكل بالتأكيد ده كل تركيز وكل الدعم المعنوي وكل الدعم النفسي لكل الفريق وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين خلال ال 72 ساعة الجاية. بنتكلم في 72 ساعة مفيش أي حاجة بتشغلنا إلا مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. المباراة صعبة جدا، المباراة خارج أي حسابات. خدوا بالكم، اليورو الأخير بطلة عالم فرنسا خرجت على يد سويسرا. كرة القدم ملهاش كبير، التاريخ والاسم الكبير والإمكانيات كل ده شيء كويس جدا بنضعه في الحسبان، لكن داخل الملعب شيء تاني خالص. أنت بتلعب قدام فريق مهما كانت عنده نقاط قوة أو نقاط ضعف، لكن حاجة واحدة بس ممكن تقلق منها، إنه فريق محظوظ وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وأقصى العديد من الفرق أبرزها فريق الوداد اللي كان من المفترض أو المتوقع إنه يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وبالتالي أنت بتلعب أمام فريق عنده إمكانيات وعنده نقاط قوة وضعف، لكن بيمتلك سلاح أنت ما تقدرش تتكلم فيه ولا تلعب فيه، وهو سلاح الحظ والتوفيق. وبالتالي عشان كده لازم نشتغل بشكل قوي، والكل بلا استثناء يتعامل مع المباراة، حتى لو بتكتب بوست عبر السوشيال ميديا على الفيسبوك، تغريدة على تويتر، بترفع صورة على الانستجرام. المباراة صعبة يا جماعة، محدش يتخيل اللي ممكن تقول اللاعيبة في المغرب بعيدة كل البعد عن الأحداث دي خالص. الموبايل في إيد الجميع، فالكل بيوصل له إحساس الجمهور وتوقعاته للمباراة. وبالتالي كلنا بنشتغل على إن المباراة صعبة جدا. أنا بقول لكم من هنا من برنامج الترند وعلى شاشة قناة الأهلي، دي أصعب مباراة للأهلي في الموسم الحالي، أصعب مباراة للأهلي في الموسم الحالي. ربنا يكرمنا إن شاء الله ونقدر نعمل مباراة كبيرة ويكون التوفيق حالفنا عشان نقدر نفوز بدوري أبطال إفريقيا وتكون البطولة العاشرة من أجل جمهورنا العظيم، جماهير النادي الأهلي دايما واقفة سند ودعم للفريق وللنادي في كل الأوقات. هو عنوان اليوم نسر الملك يسعى لاقتناص الأميرة السمراء والدفاع عن اللقب الإفريقي. إن شاء الله بإذن الله الملك المتوج دائما على عرش القارة الإفريقية يسعى للفوز بدوري أبطال إفريقيا، ودائما وأبدا الأميرة السمراء بتزين دولاب القلعة الحمراء تحديدا في المقر الرئيسي في ملعب مختار التتش بالجزيرة وفي المقر التاريخي النادي الأهلي في الجزيرة. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وفيها كواليس كتيرة، لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وطبعا هذا السؤال لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان يدخل ويشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال. توقعاتكم، هل ممكن يكون في تغيير على تشكيل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز؟ بيتس موسيماري ممكن يغير في التشكيلة ولا لا؟ كل واحد يدخل يشارك معنا ويقول وجهة نظره ورأيه، وشاركوا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي نهاية الحلقة بإذن الله هنذيع وهنعرض أكبر قدر من مشاركات الناس معنا على سؤال حلقة اليوم. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يخوض مرانه الأول في المغرب. كمان في ترند الأهلي، موسيماني يدرس كايزر تشيفز بالفيديو. وأخيرا بعثة كايزر تشيفز تصل المغرب اليوم. حلقة فيها تفاصيل وكواليس مهمة جدا، تابعونا على مدار الحلقة، هتسمعوا أخبار ومعلومات، وأيضا هنطمن على أخبار البعثة وكواليس حصرية فقط على شاشة قناة الأهلي. لكن أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، وفقرة ترند ترند ومليئة بالكواليس والأخبار المهمة جدا عن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند ترند. ترند ترند في هذه اللحظات عبر السوشيال ميديا اخبار فريق الاهلي والاستعداد لمباراه كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال، نهائي الحلم، البطوله العاشره يا رب باذن الله. لكن عشان نطمئن على البعثه واخبار الفريق
ومن النهاردة بدأ بقى التحضير الفعلي في الأراضي المغربية استعدادا لخوض المباراة على مركب محمد الخامس يوم السبت القادم. لذلك في هذه اللحظات أطير مباشرة إلى المغرب مع الزميل العزيز كريم أحمد مفد قناة الأهلي، موجود مع البعثة منذ الأمس، وكل الكواليس والأخبار والماتيريالز هتشوفوه من خلال زميلنا كريم دلوقتي. ودي تغطية خاصة وحصرية، يمكن مجهود جبار بتقوم بيه البعثة الإعلامية لقناة الأهلي، ودائما وأبدا الكواليس دي مش هتشوفوها بهذه الاحترافية إلا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد، كل التحية ليك ولكل جمهور النادي الأهلي. طيب وانت معايا، يمكن انا شايف لقطات من الدار البيضاء، فندق الإقامة موجود تحديدا في المدينة العتيقة، او تحديدا في المدينة اللي تقدر تقول فيها يعني معالم والحضارة بتاعة الدار البيضاء وكازابلانكا، مكان مميز جدا، معقل كمان جماهير نادي الوداد. اديني بقى الصورة، وانا قدامي دلوقتي شايف لقطات مميزة جدا من الأراضي المغربية، وطبعا المغرب دائما وأبدا من الدول الجميلة الرائعة واللي شعبها دايما شعب ودود بيحب المصريين جدا، وإن شاء الله تكون كل الأمور عندك بخير بإذن الله. لكن نعرف منك الكواليس والأخبار، وانا حتى كمان شايف فيو من فوق الأوتيل جايب كل حاجة في كازابلانكا. زي ما قلت لكم يا جماعة، زي ما انتم شايفين دلوقتي على الشاشة قدامي وكريم هيشرح، دي المدينة العتيقة، ده أبرز مكان في المغرب بتتكلم على الحضارة والميناء اللي موجود في كازابلانكا في المغرب. فبجد شكرا جدا على هذه اللقطات يا كريم، والكل طاقم العمل سواء يحيى مدير التصوير أو دكروري، وكل التفاصيل بقى احكيها لنا ولنا الأخبار عندك في المغرب بالنسبة لهذه المباراة. في البدايه طبعا زميلي محمد، انت عارف طبعا تواجدت اكتر من مره الحقيقه هنا في المغرب لتغطيات عديده طبعا مع فريق النادي الاهلي، وعارف الجمال والحيويه هنا والحضاره ويمكن المناظر الرائعه جدا هنا في المغرب. والحقيقه كمان فندق الاقامه في مكان مميز جدا، يعني فندق الاقامه النادي الاهلي مستمر في نزوله طبعا خلال السنوات الماضيه، المكان رائع ومميز جدا، ويمكن كمان لقطات عديده جدا هتشوفوها محمد طبعا، وكل جمهور النادي الاهلي هيتابعها لحظه بلحظه من خلالكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي مرورا بالايام ان شاء الله، حتى بعد المباراه بقى مع التدريبات وكل الكواليس اللي جمهور النادي الاهلي بينتظرها بشكل كبير جدا على شاشه قناه النادي الاهلي. الاجواء هنا في المغرب رائعه ومميزه جدا، معقل الوداد بالتحديد، وكل الحقيقه جمهور الوداد وجمهور الرقاء اللي بيقابلنا بيتمنى لنا التوفيق وبيتمنى لنا الفوز، الكل عنده حاله تفاؤل كبيره جدا بالنسبه طبعا للجانب المغربي، لكن التفاؤل بالنسبه للجانب الاخر والجانب النادي الاهلي تفاؤل بحرص كبير جدا مع تركيز ويمكن جهد كبير جدا بيبذل بمجلس اداره النادي الاهلي من البدايه. انت عارف يا محمد طبعا رحلة استغرقت 5 ساعات، وصلنا إلى فندق الإقامة، الأمور كالعادة طبعا كانت مرتبة ومنظمة بشكل جيد جدا. فندق الإقامة مميز، بيساعد كل اللعيبة وبيساعد الجهاز وبيساعد كل طبعا البعثة بالكامل ليه التركيز فقط لغير في الأمور الإدارية والأمور الفنية لبيتسو موسيماني تحديدا، ومنها بقى تنطلق النهاردة طبعا اليوم بالكامل، والنهاردة يكون كأول تدريب لفريق النادي الأهلي على ملعب كهرماء بالدار البيضاء، ملعب بيبعد 30 او 35 دقيقه، ملعب جيد يمكن تواجدنا ايضا في البطوله او النسخه الماضيه عليه، ملعب جيد جدا، والاختيارات بكل الحقيقه موفقه جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيتابع بشكل مستمر مع السفاره هنا السفير اشرف ابراهيم اللي طبعا بنقول له خالص العزاء. الحقيقه طبعا كان مجهوده كبير جدا سواء تليفونيا، والحقيقه كل يمكن طاقم السفاره اللي كان منتظرنا في المطار طبعا مطار محمد الخامس، طبعا ده امر مهم جدا حابين ناكد عليه مع كل المجهودات الحقيقه اللي بتبذل الكابتن سمير عدلي وكل البعثه بالكامل وتحديدا مجلس اداره النادي الاهلي. احنا متواجدين طبعا محمد كالعاده في فندق الاقامه النهارده اليوم الاعتياد الخاص بفريق النادي الاهلي، 10 صباحا كان وجبه افطار، 2:30 كانت وجبه غداء لفريق النادي الاهلي، على ان تكون المحاضره 6:30. انا طبعا بقول التوقيتات يا محمد بتوقيت المغرب، لان انت عارف طبعا في فرق ساعه بين المغرب وبين مصر، 6:30 هتكون المحاضره هنا في فندق الاقامه، محاضره ممكن تصل ل 45 دقيقه لان موعد التحرك الى الملعب محدد ليه يكون 7:15، 7:15 نقدر نكون ان احنا متواجدين في ملعب كهرماء الدار البيضاء على 8:15 على ان استعد النادي الاهلي بكل قوه للتدريب الاول. الامور طيبه جدا هنا لفندق الاقامه، التركيز كبير من الطياره محمد، يمكن اكدنا اكتر من مره متواجدين كل اللعيبه مركزه وكل اللعيبه عندها اصرار، الكل بيتكلم على اهميه المباراه، جمهور النادي الاهلي الكل بيتكلم عليه، الحاله اللي احنا شايفينها قبل ما لعيبه النادي الاهلي تستقل الطائره الخاصه والبعثه تنطلق الى المغرب، حاله الدعم والمساعدة.
المسانده الكبيره اللي شايفينها من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون مردودها مع اللعيبه، لعيبتنا تكون مستوعبه بشكل كبير جدا اهميه المباراه. كايزر تشيفز فريق مميز جدا، محتاج حسابات فنيه كبيره، محتاج مجهود اكبر لكل لاعبي النادي الاهلي، فمنتظرين ان شاء الله باذن الله بيتسو موسيماني النهارده وغدا وبعد غد يكون مرتب بشكل كبير جدا، وقراءاته الفنيه تكون مميزه كالعاده للوقوف على كل ثغرات ونقاط القوه والضعف الخاصه به كايزر تشيفز. وايضا كمان لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تحافظ على نفسها الفتره دي، تدريب اليوم تدريب الغد ما يبقاش فيها احتكاكات، الكل يحافظ بس على بعض على ان تكون ان شاء الله المباراه بكل قوه، يدخل النادي الاهلي قائمه المباراه بكل قوه. الامور طيبه جدا يا محمد، لسه كمان بقى عندنا بكره يوم شاق ويوم طويل ايضا، وبعد غد يوم شاق ويوم طويل، يمكن كمان بكره يكون المسحه لكن لسه لم يتم تحديد الموعد بالتحديد. المسحه هيكون طبعا قبل المباراه ب 48 ساعه، نقدر نقول حتى هذه اللحظه نقدر نقول في قاعه طبيه، لكن ستنفذ بكل قوه غدا ان شاء الله محمد بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. ده امر مهم جدا كنا حابين ان احنا نتكلم عليه، الامور طيبه جدا محمد، ويا رب ان شاء الله تستمر هذه التركيز وحاله التركيز الكبيره، وينقصنا التوفيق ان شاء الله محمد. انا معاك محمد لو فيها استفسارات. طيب في جزئيتين وسؤالين بخصوص كواليس الرحله والاستعداد للمباراه النهائيه. كلنا عارفين ان هي مباراه واحده تحت تنظيم الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المغربي، هل هناك تنسيق الاتحاد المغربي والاتحاد الافريقي في مراسم الاستقبال، في الاقامه في فندق الاقامه، هل في مندوب موجود تحديد البرنامج خلال الفتره اللي جايه؟ يعني اعرف منك هل الاتحاد المغربي ليه دور في استقبال البعثه، او في امور بتتم خلال الساعات الجاريه قبل موعد المباراه، في ظل طبعا ان ده تنظيم الاتحاد المغربي مع الاتحاد الافريقي؟ دي جزئيه يا كريم. والجزئيه الثانيه يمكن لفت انتباهي وجود الكابتن عادل محفوظ اداري المنتخبات في اتحاد الكره موجود مع البعثه، هل الامر له علاقه بسفر رباعي الاهلي عقب المباراه الى طوكيو تحديدا؟ يعني كواليسها الموضوع ده والموضوع الثاني. طبعا يعني بالنسبه طبعا للسؤال الثاني محمد، الحقيقه طبعا يمكن المدير الاداري للمنتخب الاولمبي كان متواجد معانا، ويمكن كان على متن الطياره الحقيقه اللي كنا متواجدين بيها ومستقلينها الى الاداره البيضاء. الامور طبعا كلها ترتيبات مع الجانب الاداري مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان في ترتيبات عديده جدا طبعا مع اللعيبه اللي هتكون طبعا متواجده عقب انتهاء ان شاء الله المباراه النهائيه امام كايزر تشيفز اللي هتتوجه الى طوكيو. عدد من اللعيبه بيتم بقى تنسيق التاشيرات الخروج، ازاي اللعيبه هترجع، كل الامور دي الحقيقه بيتم التنسيق بشكل كبير جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. رب ان شاء الله باذن الله لاعبتنا لاعبي النادي الاهلي ولاعبي المنتخب الاولمبي كالعاده ان شاء الله باذن الله يكونوا متالقين، سواء اللي هيكون ليه دور محمد في مباراه الكايزر تشيفز، وايضا كمان كل اللعيبه اللي هتكون متواجده مع المنتخب الاولمبي. انا السؤال الاول محمد معلش عفوا انا ما سمعتوش كويس، استاذنك بس اعيد السؤال تاني. الاتحاد المغربي بينظم الحدث بما انه مستضيف نهائي دوري الابطال بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي، هل في الكواليس في مراسم استقبال او مراسم تنظيم عمليه الاقامه والتنقلات خلال وجود البعثه، ولا الامور بتمشي ازاي؟ بالتاكيد يا محمد، يعني لا كان في الحقيقه مندوب من الاتحاد المغربي طبعا متواجد في المطار، كان طبعا بيتمم طبعا على البعثه بالكامل، وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل، الامور الحافلات التنقلات كل الامور دي، يمكن كمان المندوب متواجد ويمكن بيجي على فترات طبعا في الفندق الاقامه، امور طبعا عديده جدا بالنسبه للترتيب. يمكن ذكرت يا محمد طبعا ان الامور كلها خاصه بالاتحاد المغربي والكاف، فيمكن كل الامور دي ان شاء الله تصب في مصلحتنا. الامور الحمد لله طيبه جدا، ما فيش اي امور تعوق النادي الاهلي. والحاجه كمان مميزه جدا زي ما بقول لك محمد، الكل هنا بيدعم، يعني كل المغاربه تحديدا الرجاء الوداد كل محبي النادي الاهلي بيدعم النادي الاهلي بشكل كبير، فاي امور كانت هتبقى معوقات لو كان الرجاء طرف او المغرب طرف او الوداد المغربي طرف، الامور دي الحقيقه مش شايفينها خالص، وبنامل ان شاء الله بنتمنى ان الايام تستمر بهذا الشكل المميز. لسه كمان بقى محمد عايزين نطمن على اللعيبه بشكل عام، نشوف الحاله المعنويه، الدوافع، الرغبه الكبيره المستمره والمستمده طبعا من جمهور النادي الاهلي لكل اللعيبه، نشوفها النهارده في التدريبات وغدا في التدريبات، فيا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في قمة تركيزها خلال الأيام القادمة، ويا رب القادم أفضل إن شاء الله ويكون البطولة من نصيب النادي الأهلي يا محمد. في باقة ورد يا كريم وأنا معاك وبنعرض اللقطات من داخل مقر الإقامة، كانت في باقة ورد للكابتن محمود الخطيب ولأعضاء مجلس الإدارة، وأيضا كان في جلسة لمعالي السفير حتى كمان مع أعضاء مجلس الإدارة النهاردة الصبح. بالتاكيد طبعا، يعني النهارده يمكن وصول السفير اشرف ابراهيم طبعا لفندق الاقامه للاطمئنان على الحاله طبعا البعثه بها الكامل، وايضا كمان يمكن يكون متواجد مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل. تواجد الحقيقه للسفير اشرف ابراهيم، تواجد الكابتن محمود الخطيب، دكتور محمد سراج، الاستاذ العامري فاروق، الاستاذ خالد رندالي، كل الحقيقه كان متواجد الجلسه. يمكن السفير كان بيطمئن طبعا على كل الامور، سال الكابتن في اي امور حبينا، اي امور عايزين تضيفوها، الامور الحقيقه طيبه جدا يا محمد بالنسبه لهذا الامر. والامر الخاص طبعا بالبوكيه الورد طبعا في محبين للكابتن
كابتن محمود الخطيب الحقيقه رمز وقيمه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي، او ما بنمشي في اي حته محمد الحقيقه الكل على طول بيتصور مع كابتن محمود الخطيب، فيمكن احد يعني يمكن المتواجدين هنا في المغرب هو مصري طبعا متواجد هنا، قام بلفته طبعا طيبه جدا وكان محضر بوكيه ورد للكابتن محمود الخطيب وقال دي حاجه بسيطه جدا لحبه الكبير للنادي الاهلي والقيمه الكبيره للكابتن محمود الخطيب. مش جديد طبعا على المتواجدين هنا طبعا سواء المغاربه او الجمهور المصري او الجاليه المصريه على الحب الكبير لاسطوره النادي الاهلي ورمز كل الاهلاويه الكابتن محمود الخطيب، والاهم بقى محمد ان شاء الله باذن الله كل الامور دي كلها مردود كبير مع اللعيبه، المجلس موجود بالكامل، توفير طائره خاصه، الفندق مميز جدا، الاستعدادات بالنسبه لبيتسو موسيماني مميزه ورائعه جدا. نامل بس ان شاء الله محمد يوم السبت باذن الله 8 مساء بتوقيت كازابلانكا، 9 مساء بتوقيت القاهره، 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون كالعاده على قدر المسؤوليه، وان شاء الله محمد نقدر نرجع بالبطوله ونكون في دولاب بطوله النادي الاهلي. اخر سؤال يا كريم ومش هطول عليك، الاجراءات الاحترازيه والفقاعه الطبيه بنفس المعايير اللي كانت موجوده في السوبر الافريقي في الدوحه زي ما شفتها انت كنت موجود مع البعثه في ماتش السوبر او نهضه بركان، ولا الاجراءات الاحترازيه في نهائي دوري الابطال مختلفه شويه في مساله الفقاعه الطبيه؟ نفس الاجراءات ولا في حاجه مختلفه؟ لا يعني اقدر اقول لك زميلي محمد الاجراءات كانت في قطر مشدده جدا جدا على الجميع الحقيقه، يعني منذ وصولنا المطار طبعا في اجراءات احترازيه هنا ممكن الفقاعه متواجده، لكن الامر طبعا خاص جدا لان انت عارف هم هينظموا كاس عالم بالنسبه طبعا لقطر 2022، فالاجراءات مشدده جدا، الامر متواجد طبعا في فندق الاقامه هنا وفي المغرب، لكن انت عارف طبعا الاختلاف بين قطر وبين المغرب امور طبعا اكيد بالنسبه للكاف هي امور واحده، لكن فقاعه متواجده طبعا وممنوع اللعيبه تطلع، ممنوع ان احنا نطلع كل الامور دي حفاظا طبعا على سلامه لاعبي النادي الاهلي، واللعيبه مش محتاجه محمد فقاعه لان اللعيبه عندها هدف يا محمد، انت عارف اللعيبه يعني عندها هدف كبير جدا، اولا الحصول على البطوله العاشره طبعا للبطوله الثانيه على التوالي، والهدف الاكبر طبعا والاسمى هو اسعاد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله يحافظ على اللاعبين، المسحه ان شاء الله غدا باذن الله تكون سلبيه عقب اعلان نتيجتها، ويا رب ان شاء الله محمد دعواتك بقى ودعوات كل جمهور النادي الاهلي نعود من كازابلانكا بالبطوله العاشره بامر الله ان شاء الله. يا رب باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والايضاحات، وقدر الامكان عيشتاكوا في قلب الحدث كل التفاصيل، مش أخبار بس، لا أخبار وصور وفيديوهات وكل التفاصيل الخاصة بالبعثة، والنهاردة إن شاء الله بالليل الساعة 9 بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت المغرب هيكون أول مران لفريق النادي الأهلي. طيب ده بالنسبة للفريق على المستوى الشغل العملي في الكواليس في المغرب، لكن على مستوى الدعم وجمهور النادي الأهلي، وامبارح كنت عرضت ليكم من خلال ترند الترند أربع ترندات كانت متصدرة تويتر في مصر خلال الساعات الأخيرة من عدد كبير جدا من الهاشتاجات من خلال تويتر، لكن النهاردة احنا بنتكلم على ترند رقم واحد على تويتر، دعم جماهير الأهلي مستمر للفريق عبر السوشيال ميديا، الهاشتاج والتويتة كانت العشرة لجمهورك يا أهلي، انتوا بتتكلموا على دعم قوي جدا من جمهور النادي الأهلي، العشرة لجمهورك يا أهلي 358 ألف تويتة، يعني فكرة التفاعل اللي موجود من جمهور النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا ومن خلال الهاشتاج ده بيوصل لكل اللعيبة، محدش يعتقد ان السوشيال ميديا بعيدة عن اللعيبة في مباراة زي دي، لا الناس بتتابع والناس بتقرأ والناس بتشوف، الدعم ده بإذن الله هيكون دافع قوي جدا، وهي الفرقة مش محتاجة يعني دفعة قوية، مجرد ما تكون موجود في نهاية دوري أبطال إفريقيا ده بالنسبة لك حلم كبير، لكن برضو الجمهور لازم يحسس الفريق ان هو موجود في ظهره، ما بيتكلمش في اي حاجه تانية الا في المسانده بخصوص هذه المباراه. طيب فريق كايزر تشيفز النهارده الساعه 10 الصبح غادر مطار جوهانسبرغ للوصول الى المغرب، طائره فريق كايزر تشيفز هتاخد وقت لان طبعا المسافه ما بين جنوب افريقيا للمغرب مده طويله جدا، هتتخللها طبعا رحله ترانزيت في احدى الدول الاسيويه ومن ضمنها مباشره او من خلال بعد هذا الترانزيت السفر مباشره الى كازابلانكا. فريق الكايزر تشيفز هيصل الليله، من بكره هيبدا الاستعداد، وخلال الفتره الاخيره فريق كايزر تشيفز كان موجود في معسكر مغلق لمده اسبوع كامل في مدينه اسمها بلكواني، مدينه بلكواني دي بعيده عن جوهانسبرج حوالي 150 كيلو متر، ودي المدينه اللي الاهلي لعب فيها مباراه مع سي سبورت عام 2011 سوبر سبورت عام 2011 في دوري ابطال افريقيا. النهارده نقدر نقول فريق كايزر تشيفز يعني هيصل المغرب بدون حوالي 6 لعيبه، كان طبعا عارفين مساله عدم تجديد التعاقد، وتجديد التعاقد كان واخد شويه من وقت المسؤولين هناك، لكن في 6 لعيبه مش هيكونوا موجودين مع الفريق من اصل قائمه فيها 30 لاعب في مباراه الفاينل. بنتكلم عن بيترسون حارس المرمى، هو مش اساسي ولا احتياطي لكن مش هيكون موجود في المباراه، هالانتي، نانج، نيجوبو، مبيلسو، سيكوتا، دول مش هيكونوا موجودين مع الفريق، لكن بنتكلم عن عناصر اساسيه، خما بليت موجود مع قائمه كايزر تشيفز في المباراه، مينياما، برنارد باركر،
سمير نوركوفيتش، كلهم موجودين كعناصر أساسية موجودين في رحلة الفريق. وطبعا انت بتتكلم على فريق لم يصل من قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، فبالنسبة له حلم كبير. سبق للأهلي الفوز على فرق جنوب إفريقيا في النهائي قبل كده مرتين، فاز على سان داونز في 2001، فاز على أورلاندو بايرتس عام 2013 في استاد المقاولين العرب. ده هيكون النهائي الثالث للأهلي مع فرق جنوب إفريقيا. الأهلي سبق ليه انه واجه فريق كايزر تشيفز في السوبر، لكن ده كان لقاء سوبر في مصر بما ان الأهلي كان بطل دوري الأبطال، لكن كان نهائي دوري الأبطال ده اول مره فريق كايزر تشيفز يصل الى هذه المباراه. فريق كايزر تشيفز مسافر ببعثه قوامها حوالي 26 لاعب وعدد كبير جدا من مسؤولي النادي، رئيس النادي والمدير الرياضي ومديره التسويق واكثر من مسؤول اداري هيكون موجود مع الفريق. لو بنلقي الضوء على ابرز العناصر اللي موجوده، فريق كايزر تشيفز عنده 6 لاعبين اجانب في القائمه الرئيسيه. حارس المرمى هو نيجيري دانيال إيكيري، رقم 7 كامولي من زامبيا، رقم 8 ديفيد دا كاسترو من كولومبيا، رقم 9 الرأس الحربة سمير نوركوفيتش من صربيا، رقم 11 خاما بليات من زيمبابوي، طبعا أحد أبرز اللاعبين اللي كان موجود في سان داونز عام 2016، وإحدى اكتشافات بيتسو موسيماني هو حاليا موجود في كايزر تشيفز بعيد عن المشاركة الأساسية بسبب إصابته القديمة، لكن موجود مع البعثة لسه في استعادة لياقته البدنية، لكن ورقة رابحة بالنسبة لباكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز. وأخيرا رقم 14 كاتسندي من زيمبابوي، 6 لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية بالنسبة لفريق كايزر تشيفز. عندهم 2 لعيبة، ودي آخر معلومة ومعلومة مهمة جدا بالنسبة لكايزر تشيفز. كلنا عارفين منتخب مصر الأولمبي ضم من الأهلي حوالي 6 لاعبين، 2 موجودين معاه حاليا ناصر ماهر ورمضان بيكهام، و4 لاعبين هينضموا بعد الفاينل الإفريقي. أيضا نفس الأمر كايزر تشيفز في 2 لعيبة من صفوفه هينضموا للمنتخب الأولمبي في جنوب إفريقيا، ولكن عقب الفاينل زي ما حصل مع منتخب مصر. رقم 15 نجوسومو، ده لاعب خط الوسط هيكون موجود في دورة طوكيو مع منتخب جنوب إفريقيا، وده لاعب أساسي لعب مباراة الوداد الذهاب والإياب. وأيضا كمان رقم 23 بيتر فروسلر، ده لعيب على أعلى مستوى إمكانياته رهيبة، لعيب بيلعب بسرعة شديدة جدا، لعيب بيلعب في الطرف الأيمن، كان هو اللي صنع الهدف لسمير نوركوفيتش في مباراة الوداد المغربي. ده هيكون موجود مع منتخب جنوب إفريقيا عقب مباراة كايزر تشيفز والأهلي. وبالمناسبة لو بتتكلموا على تشكيلة كايزر تشيفز، انت بتتكلم في عدد من العناصر حوالي 4 لعيبة ما بين مواليد 97 و99، ففريق عنده طاقة، فريق عنده شباب، فريق بيأمن جدا بحظوظه في نهائي دوري أبطال إفريقيا. بشكل عام دي أبرز التفاصيل الخاصة بفريق كايزر تشيفز وسفره النهاردة صباحا بعد ختام المعسكر اللي أقيم في مدينة بلكواني حوالي أسبوع، ومحدش كان يعرف أي تفاصيل عن الفريق خلال الفترة الأخيرة إلى أن سافر اليوم والناس كلها عرفت القائمة بخاصة بفريق كايزر تشيفز اللي هيواجه الأهلي إن شاء الله يوم السبت الساعة 9 مساء. طيب أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا فقرات ولسه عندنا أخبار مهمة جدا من المغرب عن استعداد المغرب بقى لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة ترند أونلاين. ترند أونلاين وعندنا نهائي دوري أبطال إفريقيا، فأكيد محضرين مفاجأة ولكن من المغرب. المغرب بتستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز، وأكيد في استعدادات جارية خلال آخر حوالي أسبوعين تحضيرا لهذه المباراة. لذلك أطير مباشرة عبر السكايب مع الزميل الصحفي والإعلامي الشهير الأستاذ منعم بالمقدم الناقد الرياضي المغربي. أستاذ منعم برحب بيك في البداية وبسعد بوجودك دايما معنا عبر شاشة قناة الأهلي. هي سعادة متبادلة زميلي محمد، تحية لك وإلى كل القائمين والمشرفين على القناة الأهلي، مرحبا بكم داخل المغرب، ومجددا كلما حللت ضيفا بينكم إلا ويكون سعيدا وفخورا جدا. ومرة أخرى أجدد ترحابي بك وبالوفد الأهلي هنا بالدار البيضاء من أجل نهائي دوري أبطال إفريقيا. طالما الفاينل في المغرب والأهلي حاضر في المغرب وعايزين نعرف كل التفاصيل، مش هنجد أفضل من الزميل الإعلامي منعم بالمقدم. آخر الأخبار عندك وآخر الإجراءات، وبنتكلم عن سر البطولة العاشرة، وأنت عندك تفاصيل وكواليس ومتابع دايما للشأن الأهلاوي خلال السنوات الأخيرة. زميلي محمد، كي لا أخفيك سرا على أن الترتيبات ربما تغيرت رأسا على عقب 180 درجة مئوية، على أساس أن كل التخمينات والترشيحات كانت تصب في اتجاه نهائي عربي خالص، سواء بتأهل الترجي أو الأهلي تحديدا مع فريق الوداد. النهائي الذي كان تقرر بالمغرب قبل 3 أشهر في تنفيذية دار السلام بتنزانيا ربما فقد أحد أضلعه أو أرقامه البارزة من أجل إنجاحه.
وهو الوداد البيضاوي، لكن لا يمكن تجاهل قيمة كروية وهرم كروي أو فريق القرن من حجم الأهلي، لا يمكن أن يفسد هذا للود قضية أو لهذا العرس الاحتفالية. لذلك كل الترتيبات تجرى على قدم وساق. اللجنة المنظمة سيجت محيط ملعب محمد الخامس مسرح المواجهة، الفقاعة الطبية جاهزة، كافة الترتيبات اللوجستيكية تم ضبطها، الفار سيكون حاضرا قبل 48 ساعة من المواجهة وليس 24 ساعة، يعني أدق التفاصيل من أجل مرور نهائي سيكون استثنائيا، أولا كونه سيجرى ثاني بلد محايد بعد القاهرة النسخة السابقة، وأيضا لكونه سيشهد فاصل الأشواط الإضافية لأول مرة، يعني بعد فترة التمديد سيكون هناك فاصل إضافي من الأشواط المضافة في 30 دقيقة. كافة الترتيبات والأمور محسومة على أن الجمهور لن يكون حاضرا لغاية الأسف، على اعتبار تطور الوضع الوبائي هنا بالمغرب، ارتفاع أرقام إصابة فيروس كورونا في الفترة الأخيرة تشهد منحنى مرتفع بشكل كبير، وتحديدا في الدار البيضاء التي سجلت يوم أمس حوالي 1100 حالة، هذا لم يحدث منذ عام تقريبا زميلي محمد، لكن الأمور متحكم فيها. الأهلي وصل، كايزر تشيفز يحل قريبا، الطاقم التحكيمي أيضا، اللجنة المنظمة، جهاز الكاف سيحل من أجل تنفيذها، ستقعد في مجمع محمد السادس، ولا مجال لذرة واحدة من أدق التفاصيل التي سيجرى التحكم فيها ليكون النهائي ناجحا وبكل المقاييس، هذا لا يساوي لك في شك. اتحاد الكرة المغربية ينسق مع جهاز الكونفدرالية الإفريقية واللجنة المنظمة كي تمر كل الأمور بما يوازي قيمة المسابقة الأرفع والأجود على المستوى القاري الخاصة بالأندية. طيب زميلي منعم، انت قلت نقطة مهمة جدا، قلت الإجراءات كانت هتختلف لو كان الوداد موجود في الفاينل. صحيح. الإجراءات كانت في إيه؟ يعني كان ممكن إيه اللي نشوفه في نهاية دوري الأبطال لو كانت المواجهة الأهلي والوداد، عن الإجراءات الحالية لما كانت الوقت المواجهة المنتظرة يوم السبت الأهلي وكايزر تشيفز؟ أنا لا أود أن أسقط في فخ لأقول لك بأن كان هناك توجه لحضور الجمهور، كان هذا الاحتمال كان هذا الاحتمال قائما، لكن تطور الوضع الصحي مؤخرا أرفك كل الحسابات. كانت ستكون احتفالية حمراء بكل المقاييس، كان الاتصال مع مسؤولين داخل جهاز الكرة وداخل نادي الوداد البيضاوي، وأقول لك كان هناك وقع دوش بارد، صدمة عنيفة جدا خلفتها الهزيمة أو الإقصاء أمام كايزر تشيفز، لا أحد توقع هذا الخروج، خاصة وأنت تعلم وأنت أدق المتتبعين الذي وكبت ملف الوداد من رادس، كانوا ينظرون إلى هذا النهائي على أنه سيكون محطة إنصاف أو مصالحة أو محطة ليسترجع من خلالها الوداد لقبه أو ليكرر نسخة 2017 مع الأهلي، وأنت تذكر النهائي الشهير الذي كان هنا بين الناديين الشقيقين. للأسف قدر الله ما شاء فعل. أنت تعرف أيضا على أن حين يكون ناديا يمثل بلد المحتضن تكون كافة الترتيبات مختلفة، مراسيم، احتفال الجمهور سواء بالملعب أو خارج الملعب إلى غيرها من الأمور. لذلك اليوم هناك، لا أقول لك تحيز، فقط هناك تعاطف كبير جدا مع نادي الأهلي منذ لحظة وصول يوم أمس لمطار محمد الخامس، أولا لكونه نادي عربي يمثل بلدا وقطرا عربيا شقيقا نقدره ونحترمه والشقيقة مصر، وثانيا لتواجد لاعب مغربي وهو بدر بنون، وأيضا لكون المنافس أنت تعرف أصاب جرحا غائرا في جسم الوداد وهو كايزر تشيفز، ولا أعتقد أن أحدا هنا من الجماهير المغربية إلا فئة نادرة قد تتعاطف مع هذا المنافس. طيب. الأهلي لا يحتاج تعاطفا محمد، هو المرشح الفعلي على الورق والعاشرة تنادي، ولو فعلها هذا الفريق فأنا أقول لك موتسيماني أبو صلعة سيكون هو زيدان إفريقيا الجديد، ربما الأهلي سيغازل الثالث تتواليا في أمجد الكؤوس الإفريقية بما توفر له من أرمادة ومن مجموعة هائلة ومن انضباط واستقرار وكادر تدريبي وكادر تقني، وجميع التوابل تقول بأن الأهلي مرشح فوق العادة ليظفر في الثانية وربما يتأهب حتى للثالثة محمد. يا رب ان شاء الله يا منعم. طيب الاعلام المغربي مدى اهتمامه بنهائي دوري الابطال، ايضا اللجنه المنظمه للاتحاد المغربي، هل في مراسم معينه يوم المباراه؟ هل في تكريم معين بخلاف المكتب التنفيذي يوم الجمعه واجتماع رئيس الكاف مع رؤساء الاتحادات يوم السبت؟ هل في الكواليس امور اخرى بخلاف هذه الاخبار اللي اعلنت خلال الساعات الاخيره؟ أنا كان الاتصال لكي أستشف ما سيجري داخل الجمعية التي ستنعقد هنا داخل الكاف قبل هذه المسابقة، وأنت صاحب انفرادات وسبق ما شاء الله، الله يكرمك، وملك الانفرادات من مطبخ الكاف، وربما أشرت على أن هناك سيجري تداول ملف السوبر الأفريقي، السوبر الأوروبي ألغي أو السوبر ليج، حاليا هناك نقاش على أن هذه الفكرة ستطرح فعليا، النقاش فيها والحسم بها قيل لي بأنه لن يتم التصديق عليه إلا في فترة لاحقة داخل تنفيذية تلتئم فيها كافة الأطراف، لكن مسألة تداولها ومناقشتها ستكون فعليا. أيضا بمناسبة مرور 25 سنة على ما أعتقد محمد على النسخة المستحدثة أو النسخة الجديدة، نعم ربما
ربما سيتم الإعلان، على أعتقد ربما سيتحدد مكان السوبر الإفريقي، هل سيلعب بالدوحة؟ لأن الرجاء كطرف تم معرفة هذا الطرف وهو يتوج أمام شبيبة القبائل في الكونفدرالية. نأمل صادقين أن يكون الأهلي وقد توج به مؤخرا أمام نهضة بركان، سيتم الحسم والفصل، ما إن كانت النسخة السوبر المقبلة ستتواصل بالدوحة أم ستنقل وفق ما كان يجري سابقا صوب البلد الذي يتوج ناديه بدوري أبطال أفريقيا وهو الأهلي. أنت تذكر معي على أنه سبق النسخة الحالية أو النسخة السابقة للسوبر جدا، ربما كان الإخوان داخل الأهلي يأملون في خوضها داخل القاهرة قبل أن يتدخل الاتحاد الإفريقي، وأكد على أن هناك اتفاق مع الاتحاد القطري المحلي، وقيل على أن نسختان. الآن قيل لي بأنه في داخل المغرب سيتم الحسم في مكان السوبر الأفريقي بين بقائه في الدوحة لآخر مرة أو نقله للقاهرة في رعاية البطل الذي يحوز دوري أبطال. ولو أنني أتمنى محمد، أتمنى وطالما أن الرجاء بلغ النهائي أو سيكون طرفا، أن يلعب مرة أخرى بالدوحة كي لا يكون هناك امتياز آخر لنادي الأهلي وهو لا يحتاج هذه الامتيازات صديق. طيب من عمل السؤال بقى متعلق بتوقعاتك أنت الشخصية، العشرة يا رب تكون بتوقيت الأهلي بإذن الله، ولا أنت متوقع إيه على المستوى الشخصي؟ إحساسك بالمباراة وانت كنت حاضر بشكل قوي للتاسعه مباراه الاهلي والزمالك، وكان عندك كده شويه تفاصيل قلتها قبل المباراه وبالفعل حصلت، فعايز اعرف منك متفائل شايف ازاي العشره باذن الله وماتش السبت اللي جاي؟ انا اتمنى صادق ولا اعتقد بان الاخوان داخل الاهلي قد اغفلوا هذه التفصيله على ان يكونوا قد حملوا معهم فنين رقم 10 التي ترمز، وانت تذكر معي في الموسم المنصرم قلت لك سمير محمد هي الرقم 10 لانه رقم خاص ببيبو محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه ورئيس نادي الاهلي، سيكون له دلاله خاصه، يعني رقم اللاعب الاسطوري، واحد من اللاعبين المبدعين الذين مروا في سماء الكره المصريه والعربيه والافريقيه ايضا. قد ساكون تحت وقع الصدمه العنيفه ان توج نادي كايزر تشيفز، ليس تبخيسا لقيمه هذا النادي محمد ولكن للفوارق الشاسعة. أولا موتسيماني هو أدق العارفين بتفاصيل هذا الفريق، ثانيا لا قياس مع وجود الفريق على مستوى الكفاءات أو المهارات أو الخامة الفردية حتى الجماعية للنادي، وثالثا لأني ما أتوقع أن يلدغ نادي كايزر تشيفز نادي الأهلي كما لدغ الوداد، 25 حملة محمد و25 هجمة للوداد في مجموع المباراتين وأكبر نسبة استحواذ ولم تأبى الكرة أن تلج الشباك. لذلك أعتقد وأتمنى صادقا أن يكون الأهلي قد طالع شريط مباراتي الوداد وكيزر ذهابا وإيابا. أكيد أنا أقول لك وهذا من حقي وأبدي تعاطفي المطلق بل تعصبي وتطرفي في الموقف، أنا أهلاوي يوم السبت إن شاء الله الرحمن الرحيم، وأتمنى صادقا أن يعود الأهلي باللقب إلى الشقيقة مصر لأنه بلد عربي ولأنه نادي أقدر واحترمه ولأنه يضم لاعبا مغربيا وأيضا لأنه نادي تعاطف مع زميلي واخي محمد سعيد، واتمنى ان تسعد ان شاء الله يا رب بلقب عاشر يكرس هيمنه الاهلي وصدارته وريادته وغطرسته وتفوقه وتجبره على سماء الكره الافريقيه في العقد السابق والالفيه الحاليه. واعتقد هذا تخمين مني على ان الاهلي لن يتعذب ولن يعاني، سيتوج بفارق مريح من الاهداف محمد، انا اعتقد بانه سيتوج بفارق مريح وبحصه صحيحه. لست متفائلا ولا مفرطا في التفاؤل، انا تابعت الاهلي، ساقول لك شيء محمد واعذرني على هذه الاطاله سريعا. الاهلي خرج من قمقمه بعد مباراه سيمبا وبعد مباراه فيتا وفي مباراه سان داونز وفي مباراه نصف نهائي الترجي، هذه النسخه القويه للاهلي. الاهلي حين كالاسد الجريح حين يكون في المحطه خروج المغلوب فريق لا يقهر ولا يمكن التخمين بهزيمته. زميلي العزيز والاعلامي القدير منعم بالمقدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل وعلى هذه الروح المعنويه، وكل التوفيق يا رب للكره المغربيه دايما خلال الفتره القادمه. كان كلام مهم جدا مع زميلي الاعلامي بالتاكيد منعم بالمقدم، وان شاء الله الاهلي يتوج باذن الله يوم السبت اللي جاي، المباراه صعبه جدا. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. وقتنا بيجري معاكم بسرعه لكن سريعا نروح بسرعه نشوف ترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. اول حاجه معايا الحساب الرسمي يلا كوره على تويتر، كتبوا 8 بطولات في 3 سنوات ونصف، سجل حافل بالبطولات للأهلي تحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب. 3 ألقاب دوري مصري 2017-2018 2018-2019 2019-2020 كأس السوبر المصري 2017-2018 وفي بطولة لسه مستنينها مباراة الأهلي والجيش، دوري أبطال إفريقيا موسم 2020 وفي إن شاء الله فاينل 2021، كأس السوبر الإفريقي 2020 وربنا يكرمنا يوم السبت ويكون فيه سوبر إن شاء الله مع الرجاء، وكأس مصر في موسم 2019-2020 زائد برونزية كأس العالم للأندية في الدوحة.
ده كانت ابرز نقطه السوشيال ميديا تتكلم عليها على السجل الحافل لمجلس اداره النادي الاهلي تحت رئاسه الكابتن محمود الخطيب خلال شغل 3 سنوات ونصف. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض واخر فقره معانا مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره مشاركه الجمهور على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، هل تتوقع ممكن يكون في تغيير في التشكيل ولا لا؟ اكرام المصري بيقول اي 11 راجل في الملعب اهلاوي. بسنت سامي بتقول هو نفس التشكيل. على فكرة بالمناسبة أنا عاجبني جدا بأمانة رأي الجمهور، أي 11 راجل ونفس التشكيل، يعني الناس واثقة في أي حد هيكون في المباراة، وده هيكون دفع قوية للفريق إن شاء الله. كلنا ثقة في كل اللعيبة اللي موجودين في قائمة الأهلي في المغرب، 28 لاعب إن شاء الله يكونوا على هبة الاستعداد لنهائي دوري الأبطال. هو حلم، حلم للأهلي زي ما هو حلم الكايزر تشيفز. فريق كايزر تشيفز 51 سنة تاريخه، ده بالنسبة له مباراة الحلم عبر التاريخ. لكن إن شاء الله الأهلي هيكون في الموعد يوم السبت الساعة 9 على مركب محمد الخامس. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي الأسبوع القادم والفريق عائد من المغرب بالبطولة العاشرة يا رب إن شاء الله. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.